تحديات وانطلاقات مهرجان ولي العهد يحفظه الله ويرعاه. وفي النسخة الثانية نذهب إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول الصدارة والقيادة. أشواق لراشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري هو المتقدم مع البداية. المركز الثاني الشاهينية حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري من يتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث. يصل في هذه اللحظات وينضم للمعركة الأمامية اختيار بشعار عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي ورابع المراكز رابع التحديات والانطلاقات. وصلت في هذه اللحظات شوق راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري يقدم لنا شوق مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الوصول وأتابع القدوم في اللحظات والانطلاق والاقتحام بشعار حمد بن محمد من فهد الرزق العدل من يقدم لك الصبرة حسادس الأسماء بين الدار قدوة الشباب. محمد محمد زبون التكاليل تاج الفخر راس الشرف والمركز السابع الطايف تحت رباح بن محمد بن عبود المركز السابع إلى بداية هذا الشوط إلى المركز الأول. يا سلام الصدارة والقادة للحظات تلاقي شهيدية سعيد بن خيار عبد الله بشار مطر عبد الفتح حكم على نجنبي والصحابة أحد الضيوف القادمين الكبير. فمرحبا بكل المشاركين ومرحبا بكل القادمين والمشاركين في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. اختيار مع المركز الاول عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي بدا بالانفراد والتقدم والابتعاد عن كل المشاركين والطامعين والطامحين للفوز بهذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم بشعار حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. القادمة صبرة في هذه اللحظات وصلت بشعار بن بيشان حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي من يقدم صبرة. والمركز الرابع الطائفة هي المتقدمة مع المركز الرابع بشعار صلاح بن محمد بن حمود العديني مع رابع المراكز ومع رابع التحديات. المركز الخامس القادمة نوف بندر بن محمد التهاسي العتيبي العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى القيادة السليمة والانطلاق مع اختيار في هذا الاختبار. تتقدم اختيار بشعار الفلاحي أحد الشعارات القوية والمميزة من كان لها نصيب الأسد من خلال التقدم بالمراكز الأولى والفوز والانتصار بالنوماسي في هذا المهرجان. يتقدم شعار الفلاحي ليقدم للإنتاج والمنتجين ومع سن الكبار سن الإبداع والإبهار. يتقدم الفلاح ليقدم لنا اختبار. الله الله عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاح
الفلاحي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني صبره مع المركز الثاني حمد بن محمد بن بيشان العجمي القادم بكل قوة والقادم مع ثاني المراكز يقدم صبر مع ثاني المراكز أحد الأسماء القوية والشعارات التي لها ثقلها ووزنها في مثل هذه الأشواط ومثل هذه المهرجانات يتقدم شعار بن بيشان ما من أمان مع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث الشاهينية حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات أرى الواصلين والمتقدمين شعار العوض المنهالي ينضم للمعركة الأمامية مراسيل لناصر العوضي بن يحيى المنهالي وأيضا نوف لبندر بن محمد العتيبي أعود إلى صدارة الشوط أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى اختيار مع المركز الأول أو اختبار بالفعل هي المتقدمة المنطلقة مع المركز الأول اختبار مع الصدارة ومع البداية ومع مقدمة هذا الشوط تترأس الجموع وتتربع على عرش الصدارة يا سلام عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي إذن اختبار مع المركز الأول اختبار مع الصدارة ومع قيادة هذا الشوط المركز الثاني صبرة مع المركز الثاني حمد بن محمد بن فهد آل رزق العجمي المتقدم مع المركز الثاني ومع اندفاع صبرة المركز الثالث القادمة شهامة عاطف بن عطية بن حسن القرشي يحتل المركز الثالث في هذا الشوط ورابع المراكز الشاهينية بشعار الغفراني حمد بن سعيد بن صالح الغفران المري المركز الخامس القادمة نوف بندر بن محمد العتيبي أعود والعود أحمد أعود إلى المركز الأول أعود إلى صدارة الشوط اختبار مع المركز الأول مع الصدارة ومع القيادة اختبار مع الصدارة عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي المتقدم في هذا المساء وفي هذا الشوط الرئيسي يقدم لنا اختبار مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط الله يا اختبار تتقدم وتنفرد وتبتعد كل البعد والفارق البعيد والمستحيل يا الفلاحي إذن اختبار مع الصدارة ولكن القادمة الشهامة وصلت عاطف بن عطية بن حسن القرشي يشن الغارات مع آخر الأمتار ليقدم لنا الشهامة وأمال وطموحات أبنائي هذا الميدان على عاتقك القرشي الشهامة تتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني في مركز الوصافة تتقدم لانتزاع الصدارة غيرت المجريات مع الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير والمثير الشهامة مع المركز الأول عاطف بن عطية بن حسن القرشي مع الصدارة ولكن الشاهينية هي القادمة وصل أبو سعيد حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري قادم ليحقق الأماني مع المركز الثاني نوف بندر بن محمد العتيبي وصلت نوف ولكن الشهامة عاطف بن عطية القرشي اللحظات المثيرة والأمتار الحاسمة إذن الشهامة ولكن الشاهينية الله 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 نوف والشهامة
والشاهينية الشهامة مع المركز الأول، ولكن الغفراني حقق الأماني وبصفتي معلقا لهذا الشوط أزف لك التهاني وتبريكات لمالك الشاهينية حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تضيف هذا الإنجاز التاريخي في الرصيد المليء بالانتصارات المتواصلة في كل مهرجان. تهانينا والف مبروك لمالك الشاهينية حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري. تهانينا والف مبروك الغفراني على فوز الشاهينية وحصولها بالمركز الأول في هذا الشوط الرئيسي. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. إذن الشاهينية بطلة لشوط الإنتاج والمنتجين في سن الكبار، المركز الثاني ثاني المراكز، المركز الثاني من نصيب الشهامة عاطف بن عطية القرشي، وثالث المراكز وصلت نوف لبندر بن محمد الاعتيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز ورابع التحديات في هذا الشوط القادمة مع المركز الرابع اختبار مع المركز الرابع عبد الله بن عيسى بن مطر الفلاحي، والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات المزن نافع بن عبيان الجاني من احتل المركز الخامس في هذا الشوط. التهاني والتبريكات لمالك الشاهينية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والنوماس بالمركز الأول الشاهينية. تهانينا لحمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري على فوز الشاهينية وحصولها بالمركز الأول في هذا الشوط الرئيسي المسائي، والتوقيت الزمني من مسافة 7 كيلومترات، التوقيت الزمني 12 دقيقة 14 ثانية، 11 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الأول، أو عفوا 11 دقيقة و14 ثانية، و33 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الأول الشاهينية. تهانينا الغفراني المركز الثاني الشهامة لعاطف بن عطية القرشي، والتوقيت الزمني 11 دقيقة 23 ثانية و37 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثاني في هذا الشوط. تهانينا والنوماس القرشي المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثالث نوف لبندر بن محمد الدهاسي العتيبي، والتوقيت الزمني 11 دقيقة و24 ثانية و70 جزء من الثانية أو 80 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا والنوماس لكل الفائزين بالمراكز المتقدمة في هذا الشوط، وحظا أوفر لمن لم يحاول.